نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأحد 18 أيلول 2016. الصورة في ميدان الرئاسة اللبنانية ضبابية، فتيار المستقبل والحر يصران على نفي حصول لقاء في باريس بين الحريري وباسيل في الساعات الماضية فيما لا جديد في المفاوضات الرئاسية باستثناء ما أعلنه حامل مفتاح ساحة النجمة وربما قصر بعبدة الرئيس نبيه بري الذي ذكر الجميع بأن لا رئاسة من دون اتفاق على ما بعد الرئاسة، وكأنه يقول لمن يريد أن يسمع خارطة طريق القصر ترسمها سلة التفاهمات المثلثة والتي تتضمن رئاسة الجمهورية، قانون الانتخاب وتشكل الحكومة. في ظل هذه الأجواء، هل لا يزال النائب سليمان فرنجي هو المرشح الرسمي لتيار المستقبل في ظل كل البلبلة التي تثار والكواليس التي يعني تشي بأن هناك حراكا من تيار المستقبل نحو الرابي؟ نهارك سعيد عضو المكتب السياسي في تيار المردى فيرا يمين، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، اشتقنا ديما. نحن بالأكثر. إذا طبعا اليوم في كتير صورة ضبابية حول المرشح الرئاسي، هل اقترب يعني هل اقتربت الحظوظ أكثر من العماد ميشيل عون في ظل الحديث من أنه تيار المستقبل يدرس جديا هذا الخيار وغيره من المواضيع؟ خلينا أخذ حال الطرقات ونبلش حديثنا سوا. إذن جوني بكلا الاتجاهين ما في مشكلة، يوم أحد فمريحة الطريق. نفس الشيء بالنسبة للدورة، شال حلو كتير مريحة، سيسين جدا مريحة ما فيها تقريبا كتير حركة، الحمراء أيضا نفس الشيء، طريق المطار، إذا كل الطرقات مريحة. كيف كانت الطريق من إهدن؟ يعني أنا دايما بس يكون عندي إذا بدك حلقة الأحد بشعر بالراحة. أنا كمان بشعر أنا. وخصوصا هلأ الطقس حلو من إهدن لهون، طريق هيك مضوية شمس ومناظر حلوة وما في عجقة سير. ديما عن جد يمكن معظم الأزمة النفسية اللي بيعيشها اللبناني بجزء أساسي منها عجقة السير حقيقة. هذا شيء أكيد، وزيد عليها بشكل خاص اللي كل يوم بياخدوا أوتوستراد جوني بيروت. هذا السفر الداخلي، السفر الداخلي. نعم بالضبط بالضبط. إذن الصورة بميدان الرئاسة اللبنانية اليوم ضبابية. يقال أنه في اجتماع صار بين الرئيس الحريري وجبران باسيل مع حفظ الألقاب في باريس، وذلك بضمن الأجواء اللي بتوحي بأنه في انفراج مستقبلي على ترشيح العماد ميشيل عون. هلا هو الأساس إن شاء الله يكون في انفراج على مستوى الرئاسي بلبنان، لأنه فعلا يعني الضبابية اللي حكيتي عنها حضرتك أنا برأيي لا تزال مستمرة إلى أن ينقشع موقف واضح وصريح. أما لناحية إذا التقى الرئيس الحريري بالوزير باسيل أم لم يلتقي، هذا تفصيل كتير بسيط بملف الرئاسي، المهم الموقف المعلن. بالنسبة لنا نحن كتيار مردى، لا يزال موقف المستقبل المعلن هو الالتزام بترشيح رئيس تيار المردى سليمان فرنجية. هلا طبعا الحوار مفروض يستمر بين كل المكونات، على العكس تماما اللقاءات لازم تكون مكثفة بين كل المكونات، بس أنا مثل ما عرفت صباح اليوم بمعزل عن أي معلومات خاصة أنه تم النفي من كلا الطرفين، يعني من تيار المستقبل ومن التيار الوطني الحر أنه هذا اللقاء ما تم. بس بتعرفي مرات بالكواليس قد يكون تم. تتذكر لما التقى الرئيس فرنجية بالنائب فرنجية، استشرافك للموضوع مش غلط ابدا، النائب فرنجية بالرئيس سعد الحريري في باريس. عم بقول لك انا دائما ممكن يكون انه يكون في نفي ويكون تم اللقاء، بس اللقاء اتم ام لم يتم فهذا تفصيل بسيط بملف الرئاسي الاهم، ولا يزال العنوان الاهم الالتزام بترشيح سليمان فرنجية لصدة الرئاسة. طبعا اليوم جريدة الحياة نقلت عن مصادر بتيار المستقبل بانه مرشح تيار المستقبل لا يزال بشكل واضح هو النائب سليمان فرنجية. خلينا اتوقف مع هذا التقرير للزميلة ندى اندراوس عزيز حول هذه الاجواء اليوم الضبابية. يصر كل من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على نفي حصول أي لقاء بين الرئيس الحريري والوزير باسيل في باريس، ولكن أبعد من اللقاء حول ما يدور انطلاقا من الإشارة إليه،
عن متغيرات في المزاج المستقبلي لناحية الاتجاه لترشيح العماد ميشيل عون بعدما وصل تبني الرئيس الحريري لترشيح الوزير الفرنجي إلى حائط مسدود. مصادر معنية أكدت أن الأجواء هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة، وأن العماد عون كما سبق وأعلن نوابه ينتظر جوابا أو موقفا من رئيس المستقبل، يفترض أن يتبلور قبل جلسة انتخاب الرئيس في 28 أيلول إيجابا أو سلبا. لكن في المقابل يصر تيار المستقبل على النفي ويصف ما يكتب ويسرب بالفقاعات الإعلامية. ليس وفق معلوماتي أن هناك أي شيء جديد. مرشحنا ما زال سليمان فرنجية، الوزير سليمان فرنجية، ونحن على استعداد كما تعودنا ننزل إلى كل الجلسات. حننزل على جلسة 28، ونتمنى أن المقاطعين يجوا ينتخبوا رئيس جمهورية اللي بيلاقوا مناسب. نحن ما عندنا مانع، نحن منأمن النصاب العددي والنصاب المساك الدستوري. فتفت اتهم التيار الوطني الحر بالوقوف خلف كل الضغوط الإعلامية وبث المعلومات الخاطئة. هذه سياسة التيار الوطني الحر دائما محاولة إيحاء أنه في شيء جديد وما في شيء جديد، وصرنا من زمان. إذا بتذكركم أنه جنرال عون من سنتين كان يقول ناطر جواب من الرئيس الحريري، فما زلنا يعني ما زلنا بنفس الموقع، علما أنه مفروض بجنرال عون ينطر جواب من حزب الله، لأنه حزب الله عنده القدرة بعد ما انضموا القوات اللبنانية إلى جانب الجنرال عون ووليد جنبلاط بيقول أنه مستعد ينتخبوه. صار الثمانية أدار عندها أكترية تنتخب جنرال عون إذا بدها. فإذا القرار مش عن تيار المستقبل، مش تيار المستقبل عم يعرق، اللي عم يعرق اللي هو حزب الله واللي عنده القدرة ينتخب ميشيل عون، مش عم ينزل على مجلس النواب. إذا لم يعد الرئيس الحريري من الخارج أو إذا عاد ولم يحمل جديدا، فإن السيناريو ذاته سيتكرر للمرة 46 في مجلس النواب، وانتخاب رئيس للجمهورية سيبقى معلقا حتى إشعار آخر. طيب إذا مثل ما ذكرت الزميلة ندى إدراوس عزيز إنه في نفي، ومثل ما حضرتك أيضا قلت إنك سمعت إنه في نفي، ولكن الأجواء هيدي ما عم تقلقكم اليوم بتيار المردة؟ يعني خليني بلش من زيارة مستشار الرئيس الحريري غطاس خوري إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اللي أيضا سرب عنا أو حتى يعني فهم من طياته بأنه مثل كأنه تلميح أنه انتهاء ترشيح النائب سليمان الفرنجية، إضافة إلى كل هذه الحركة. وعادة لما يكون في هيك حركة دائما بالكواليس ما بتكون من ولا شيء، ما معقول هالإشاعات كلها تكون من ولا شيء. ليكي بدي أقولك شيء ديما، إنه سليمان فرنجي منه مهجوس بالرئاسة لحتى إذا بدك نفتش مثل الآخرين عن مقال بجريدة أو عن زيارة أو عن تصريح أو عن تلميح لنبني على الشيء مقتضاه. نحن في اتفاق بالمعنى الأخلاقي وبالمعنى المبدئي وبالبعدين السياسي والوطني بالالتزام بترشيح سليمان فرنجي لسدة رئاسي. وسليمان بيك من فترة اتصل بالرئيس سعد الحريري وأنا قال له أنت فيك تتحرر إذا بدك بالمعنى الإيجابي من هيدا الوعد إذا كان هناك من حالة توافق في لبنان لوصول الجنرال ميشيل عون الذي كان يعني لطالما كان مرشحنا لصدة الرئاسة. فأنا بعتقد يعني هذا التصرف الأخلاقي بالمفهوم السياسي اللبناني النادر بهيدي الأيام، بعتقد أنه هيدا شيء كتير أسس لنمط من العلاقات السياسية تختلف عن مفهومنا للحركة السياسية. الحوارات ضرورية، اللقاءات ضرورية، الاجتماعات ضرورية لبلورة أي موقف أو أي توافق. عدا ذلك ما برجع بقول لك نحن لا منفتش لا بالكواليس ولا بالخبريات ولا بالترجيحات ولا بالترشيحات ولا لا وقع الميكرو. سؤالي مش يعني ما بيوحي اذا مش عم بسال اذا انتم مهووسين او لا، انا عم بسال اليوم قراءتكم للاجواء. قلتي لي انه ما بتشوفي انه في امكانيه، عم بقول لك اللقاءات ضروريه واضح، وبالنهايه يعني نحن كتيار مردة وانا معك على هال يعني بالهالستوديو تحديدا بعز اذا بدك الخلافات لم نكن يوما ننادي الا بضروره الحوار اللي ما له بديل، وبضروره الوحده بالداخل، لانه كل ما اتحدنا بالداخل كل ما قدرنا فرضنا ولو بنسبة معينة على الخارج إيرانا. فإذا أي لقاء هو لقاء مبارك، ولكن نبني على المواقف الواضحة والصريحة وليس على سياسة المصادر ولا التسريبات ولا المقالات. بس أنا عم بسألك عن قراءتكم هلأ لهذه الأجواء، ما عم بسأل إذا أنتم مهووسين بالرئاسة أو لا. من قراءة الأجواء هل بيوحي لكم أنه حظوظ وصول النائب سليمان فرنجية أصبح واضح بأنها تلاشت؟
أول شيء كلمة تليشت كلمة كتير كبيرة. لما بدنا نحن نحكي بحظوظ أي مرشح للرئاسة طالع من بيئته وبدي أقول لك يعني يلقى صدى إيجابيا من معظم المكونات اللبنانية، لا تنطبق هذه المواصفات إلا على سليمان فرنجية، فبالتالي لا تزال الحظوظ حظوظ فرنجية هي الحظوظ المتقدمة، إلا إذا حصل توافق لبناني كامل على طريقة التوافق اللبناني الدائم. بتعرف بكل مرة بيحصل مثلا توافق المرة لم يقف يوما عائقا بوجه أي توافق، وهذا ما صرح به بشكل واضح وصريح سليمان فرنجية. إذن حظوظه لا تزال متقدمة وقد تكون الوحيدة حتى الآن. أها الوحيدة حتى الآن. لك بدي لك شغلي، اللي بيحصل على موافقة 74 نايب تسأليني عن مرشحين آخرين وحظوظه؟ كيف عديتون 74 نايب؟ ما نحن الكالكولاتريس تبعنا أدق من الكالكولاتريس الآخرين. بس كيف عديتون؟ عديتوا كتلة الرئيس نبيه بري معهم؟ ايه طبعا، يعني انه لما هل بدك تروحي انت، هل في تصريح واضح من هيك؟ لا، لما بدك تروحي على سانداج معين بدك تشتغلي على أساس هيدا السانداج، فبالتالي إيه؟ هناك تنسيق. مثل عنا نحن تصريح نرتكز عليه بأنه كتلة الرئيس نبيه بري حتصوت لنائب سليمان فرنجية، مع العلم أنه كل الترجيحات بتقول أو كثير من الترجيحات تقول أنه بنهاية المطاف ما حي ولا مرة شهدنا انفصال بالتصويت بين النائب بين الرئيس نبيه بري وحزب الله، وبالتالي مش رح يكون. وإن شاء الله وإن شاء الله ما بنشوف هيدا الانفصال أبدا، لأنه كل وحدة حال هي بتأسس لوحدة بشكل عام. ولكن بالنهاية اليوم أنت لما بينحكى أنه ليش حزب الله ما بيضغط على الرئيس بري، فإذا هذه إجابة من موقع آخر. ليش الحزب الله ما بيضغط على سليمان فرنجية؟ لأنه بكل الأحوال حزب الله هو شريك في العمل السياسي وليس عامل ضغط لا على هذا الحليف ولا على ذاك الحليف، ولكن لما يطرح السؤال لماذا لا يتم الضغط، فبالتالي الإجابة بتكون تحت هذا السؤال. إذا برأيكم أنتم أو النائب سليمان فرنجية، إيش برأينا؟ برأي الواقع والوقائع. نحن رأينا ولا مرة كان مضخم خارج الواقع ولا مرة، يعني الحمد لله يعني ننتهج الواقعية تبعا للواقع والوقائع. برأيي يمكن مصادر التيار وأجواء التيار في تفاؤل بأنه هذه المرة ارتفعت حظوظ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنه بالنهاية أنت عم تحكي عن حظوظ حليف معين، ولكن إذا بدنا نحكي على موجات التفاؤل كان التفاؤل منسوبه كتير كبير بشهر آب. نحن اليوم ب 18 أيلول، هلا يحكى عن 28 أيلول. التفاؤل أمر مشروع في العمل السياسي لضخ الحيوية في الشارع الذي قد يستنفر بعد 28 أيلول، مثل ما عم نلمح بالتصريحات التي تلامس التهديدات في هذا المجال. تهديدات؟ إيه، أنه بدنا ننزل شارع، يعني هذا المقصود. بس هذا فبالتالي إذا قطع 28 أيلول كمان يبنى على الشيء مقتضاه على أساس هذا المنسوب الكبير من التفاؤل. طيب التهديدات كلمة شوية كبيرة، يعني لا أنا مش كبيرة، يعني مش عم نحكي تهديدات أمنية، بس أنت لما عندك سلاح يعني مشروع شارعك. نعم. ما فأنت بتقول بدي هدد بالشارع. نعم. أو لوح بالشارع. هيدا مصطلح علمي. لا يعني هذا سلاح مشروع، هيدا اللي عم قوله، أو هيدا أداة مشروع. طبعا سلاح مشروع أكيد بالشارع. ما في شك. طيب عم بتقولي حضرتك ما في شك مشروع، ولكن على إذا بدك نقيس على أساس الحساسية الأمنية، لأنه ما في حدا ما بيملك شارع بلبنان. يا هل ترى نحن رايحين على إذا بدك مجارات شارع بشارع؟ كمان يعني فيها بعض الحسابات شوي الدقيقة. مين ممكن أنه يستخدم شارع مقابل؟ كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا قادر يحرك شارع. ما في حدا ما عنده شارع، ولكن المهم نكون ضامنين على هذا الشارع. طيب خلينا نركز على هيدي النقطة. عم بتقولي انه ممكن حدا ممكن، يعني انتو ايضا تملكون اداة الشارع. ما في حدا ما بيملك، انتو من ضمن تملكون اداة طبعاً الشارع. طبعا خلينا احنا عنا الثقة الدائمة بالشارع، بشارعنا وبشعبنا وبمصداقيتنا، لانه ولا مرة استخدمنا الشارع لحتى نرفع منسوب الموقف السياسي، على العكس تماما نستخدم المصداقية لضمان الشارع. خليني أعطف لهيدي على السجل الواضح أو الكبير اللي حصل بجلسة الحوار بين النائب فرنجية والوزير جبران باسيل، واللي شهد عليه الكثيرين، وأيضا أعطوا تصريح عنه على الرغم من نفي البعض، ولكن يبدو أنه كان سجالا حادا جدا. البعض قال بأنه لولا التهدية يمكن كان وصل للاشتباك. لا لا بالأيدي. أنا لهم هذه التسريبات لا يوصل لهون الموضوع.
على العموم هذه التسريبات. وهلأ عم بتقولي لي أنه ممكن يصير في استخدام شارع أمام الشارع، هذا السجال وهي التلويح هو فعليا كرمال يعني معركة رئاسية ومعركة داخلية. أول شيء ما تفهميني غلط ديما، أنا ما قلت أنه حتلوحوا، بس قلت الكل عنده شوارع، بس قلت الكل شيء عنده شارع لحتى نقدر قدر الإمكان نكون ضامنين على أمن الشارع وعلى يعني. ولكن أساساً اللبناني زهق من كل الشعارات ومن كل الخبريات، كفر بعدنا بلشنا نحن حلقتنا بأزمة السير، إذا بدنا نوصل على كل الأزمات الأخرى فبالتالي يمكن اللي عم بيشوفنا هلأ بيقلنا من عائلكم أنا رح أنزل على الشارع. يعني خليني بس كفي سؤال، اليوم شهدنا سجال، نشهد يعني تراشق إعلامي، نشهد أنه في تفريق حتى ساعة عم بيلوح بأنه بده ينزل جمهوره إلى الشارع، هذا كله في معركة داخلية بين حليفي الأمس اللي كانوا يقولوا لا نحن بعضهم حليفين. لحظة يعني مش حليفي الأمس، من فضلك اللي دايما كنتوا تقولوا لنا أنه نحن تحالفنا هو مبدئي كرمال شعارات كبيرة طبعاً. وطنية ولا يزال إقليمية. طيب اليوم بحق لهذا الجمهور يقول أنه فعلا كل هذا كانت لا. شعارات طنانة وغير حقيقية، وأنه بالنهاية أنه مصلحة الجميع هو يعني تقاسم السلطة، خلصت القصة هون. كل هيدا كان شعارات فاضية قصة لحلك شغلي أنه أكيد منا شعارات فاضية، وهذا ما أكده سليمان فرنجي بموقفه اللي اعتبرتي وحقك، لأنه هيك نحكى عنه أنه سجال مع وزير جبران بسير. قال ما حفظ الألقاب يعني مش قال وقتها سليمان فرنجية لحتى قال بوقتها نحن لا نختلف على المضمون إنما نختلف على الأسلوب. إذن كل الشعارات اللي حكيتيني عنها والواقع استراتيجي والبعد المسيحي اللبناني المشرقي العربي اللي نحن أساسا أسسنا له لا نختلف عليه. وين كانت المشكلة ديما؟ لأنه اليوم في كان اتفاق ببكركي واضح وصريح بين الأقطاب الأربعة اللي كنا بنتمنى يكون أوسع وأشمل بوقتها نحن كتيار مرد ووافقونا عليه بوقتها القوات اللبنانية، ولكن بعدين قالوا لحتى ما يصير في ضياع بالأسماء خلونا هلأ نرتكز على الأربعة الأساسيين بين مزدوجين. بالتالي الاتفاق ببكركي برعاية سيدنا البطريرك الراعي كان واضح وصريح، أي واحد من الأربعة اللي هن كانوا بحساب المرشحين غير الرسميين بالمعنى الإعلامي بالمعنى السياسي بالمعنى الوطني اللي بدك، أي واحد من المرشحين قادر يحصل على موافقة معظم المكونات اللبنانية الأخرى كونه ينطلق قويا من بيئته لنكون أداء من طائفته، فبالتالي على الثلاثة الآخرين أن يوافقوا. طيب نحن قدرنا، مش نحن اللي سعينا، تم السعي باتجاهنا وقدرنا وصلنا وتوصلنا وكتر خير الله، هيدي علامة بنعتبرها مثل ما بيقولوا دليل فخر إذا بدك إنه قدرنا نتوصل إلى إحقاق ما تم الاتفاق عليه ببكركي، لماذا يمنع علينا ذلك؟ إذا هون صار الاختلاف، مش الخلاف بالسياسة، صار الاختلاف بقراءة واقع بس الأمر تبع على الاتفاق، إلا إذا نحن اتفقنا لأنه كنا مدركين جيدا أنه قد لا يصل الآخرون. بس هو يعني كله ميزان أولويات، يعني بالمنطق إذا كانت الأولوية لإلكم هي هالقد الشعارات الأساسية اللي أنتوا طارحينها، بتصير قصة الوصول إلى السلطة هي تفاصيل صغيرة، بينما أنتوا برهنتوا لجمهوركم أنه الحقيقة هي يعني أنتم مستعدين أنه ينفجر الوضع بيناتكم كرمال السلطة، تيار المردة والتيار الوطني الحر. لما بقلك بينما لما بقلك كل هذا سليمان فرنجي يعني لما بقلك ببداية اللقاء أنه سليمان فرنجي اتصل بالرئيس سعد الحريري وقال له ما تكون محرج معي في حال تم التوافق، إذا نحن هل قد أرقى من أنه نفوت إذا بدك للبعض اللي أنت عم تتخوفي منه حقك. بعدين بيرجع السؤال اللي قاله السيد حسن نصر الله قبل آخر خطاب لقله، إذا انسحب سليمان فرنجية من سباق الترشح إلى كرسي الرئاسة هل سيصل إلى ميعاد عون؟ لا، لأنه بالنهاية الجنرال عون من لم يقول السيد حسن نصر الله بلا طبعا قاله لا المحي لما قال ما سمى البيك نور العيون تحديدا بوقتها قال هناك مرشحان مرشحنا الذي نلتزم به
أخلاقيا ومبدئيا وسياسيا هو العماد عون، وطلب إلي الضغط على الرئيس نبيه بري وعلى حليفي سليمان فرنجية. أنا أطرح هذا السؤال، يا هل ترى إذا انسحب سليمان فرنجية من سدة الرئاسة هل من الممكن أن نصل بالعماد عون إلى كرسي الرئاسة؟ لا، ما عم نقدر نوصل لأنه ما في توافق عليه. إذا اليوم انسحاب سليمان فرنجية وضرب عرض الحائط 74 نايب اتوافقوا على انتخابك لسدة الرئاسة، وبالمقابل حليفك ما ممكن يوصل إلى سدة الرئاسة، ساعتها هذه التهمة اللي عم تحكي فيها ديما ما بتصح علينا ولا بتنطبق علينا. نحن على بعد أشهر من إكمال 3 سنين على الشغور الرئاسي، وكانت حربنا ومعاركنا كلها تصب في مصلحة وصول الجنرال عون إلى سدة الرئاسة. طيب كل الظروف والمعطيات لم تمكن الجميع من تحقيق هذا الحلم الكبير، وإجت مبادرة من تيار المستقبل ومن الرئيس سعد الحريري كمان يعني تدل على مروني بالتعاطي أوكي. بين فريقين متخاصمين كمان من إلا لا، علما أنه تم التنسيق مع كل الحلفاء أيضا تحت هذا الطرح وهذا الاقتراح. إذن الكلام اللي عم بتقولي عنه أنه أنتوا اثنين، أنا برأيي في شوي من الإجحاف، يعني يا ريت بتعيدي قراءة الموضوع. قبل ما عيد قراءة الموضوع، خلي حضرتك ارتكزت إلى أحد تلميحات أو أحد استنتاجات السيد حسن نصر الله. استنتاجات؟ تصريح واضح وصريح. نعم، ولكن مقابله في عشرات التصاريح للسيد حسن ولي كتلة الوفاء المقاومة ولي حزب الله تؤكد على الإصرار على ترشيح العماد. أنا ما قلت ما في إصرار. أنا قلت لك إذا طلبنا من الرئيس تيار المردة سليمان فرنجي الانسحاب، يا هل ترى هل من الممكن وصول العماد عون؟ ما ممكن وصول. أنا هيدي النقطة الأساسية لحتى رد على حضرتك بموضوع أنه أنتوا التيارين وهذا الصراع ليس هناك من صراع. خليني أتوقف مع تصاريح نهاية عطلة الأسبوع وأبرزها للنائب محمد راعد حول هذا الموضوع ونرجع إذا ممكن التقرير. جملة مواقف حفلت بها عطلة نهاية الأسبوع تناولت ملفات الرئاسة والحكومة، حيث شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد على رفض وصول رئيس رمادي، معتبرا أن التطورات التي تحصل في المنطقة تنبئ بأن ما وصفهم بالقوم يتراجعون ميدانيا وسياسيا، ونحن ننصح هؤلاء ينتهزوا الفرصة سريعا حتى يستطيعوا أن يلحقوا بالقطار. في لبنان إذا أردتم رئيسا للجمهورية الجنرال عون موجود رئيسا للجمهورية. إذا أردتم أن تعطلوا البلاد وتبقوا الفراغ قائما اصطفلوا، لا تقبلوا به، أنتم الذين تعطلون، أنتم الذين تعطلون. ونحن ندعم ترشيح الجنرال عون لا نزقا ولا هواية، ندعمه لأنه وجدنا فيه الرجل المناسب في هذه المرحلة. الوزير وائل أبو فعور اعتبر من حاصبي أن ليس هناك أزمة ميثاقية، فلا طائفة تريد أن تسيطر على أخرى، بل إن هناك أزمة سياسية نتيجة جملة مطالب سياسية لطرف سياسي بعضها محق. لذلك فنضح الوكاء الشعبي الذي يحكي عنها يوم الوقت قال على عكسي، نضح الوكاء الشعبي الذي يملك البعض القيام بها ممكن ان تعقد الامور اكثر فعاليه. الوزير علي حسن خليل دعا من المرواني إلى اعتماد الطريق التي رسمها الرئيس بري لحل الأزمة الراهنة. نحن نرى بكل مسؤولية أن الأولوية ليست للأشخاص، وأن الحديث اليوم عن أزمة علاقات واختيارات برأينا هي أزمة غير دقيقة، هي واحدة من وجوه الأزمة. المطلوب كما طرح دولة الرئيس نبيه بري في الجلسة الأخيرة للحوار وقبلها، أن المطلوب اليوم التفاهم على جملة من الإجراءات، على جملة من التفاهمات المرتبطة بقانون الانتخابات، بشكل الحكم، بشكل إدارة السلطة في المستقبل، وهذا الأمر بالتأكيد سيساعد على حسم الاختيارات تجاه شخص رئيس الجمهورية. وأعلن خليل أن حركة أمل مستعدة لمد يدها باتجاه الجميع لإيجاد حلول لمختلف المشاكل.
خليني أتوقف عند تصريح نائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، استمعنا إليه سويا يقول إذا أردتم انتخاب رئيس الجمهورية فالعماد عون موجود، وإذا ما بدكم فأنتوا مع التعطيل. يعني بتخيل أوضح من هيك، وخاصة طبعا ولا مرة كانوا يعني موقفهم ملتبس، لا بس خاصة بهيدي الأجواء يعني كمان اللي عم بيكون فيها علامة استفهام حول الحركة السياسية بين تيار المستقبل وتيار الوطن الحر، ما في أوضح من هيك. يعني اليوم عم بتقولوا إنه هن اللي عم يفتعلوا المشكل، طب ما إذا أنتوا أقرب حلفائكم منهم ما داعمينكم بترشيحكم، لأنه بالنهاية نحن مش مستغربين، لأنه حزب الله من الأساس مثل ما كنا كلنا إذا بدك بهيدا المحور وبهيدا الفريق كان مرشحنا الأول والأساسي العماد ميشيل عون، فبالتالي كل مرة بيكرروا نفس الكلام، يعني ما في شيء مفاجئ إنه نحن نلتزم أخلاقيا مبدئيا وسياسيا بالعماد ميشيل عون. وأنا برأيي هذا التركيز على هذا الكلام أكثر فأكثر بهذه الفترة، لأنه في بعض التسريبات أو التلميحات عن موضوع الخيار الثالث أو الرئيس، يعني إذا بدك الاسم الخارج من نادي المرشحين الأربعة. أنا برأيي هذا لمزيد من الحسم أنه هذا الخيار كمان بمحل معين صعب. هذا الكلام غير مفاجئ وغير مستغرب لحتى يعني أكيد نروح أكيد منه مفاجأة، هو الموقف الواضح لحزب الله، بس اللي عم قوله أنه في تأكيد دائم عليه وفي وضوح تام، إذا بدكم رئيس الجمهورية في العماد ميشيل عون، ما بدكم يعني تعطي، يعني ما في أوضح من هيك. يعني طبعا لأنه هون إذا بدك بعدنا عم نحكي بفريقان يختلفان بكتير من الأمور. هلأ بذات الوقت في تحت هيدا العناوين بتشوفي أنه الحوارات مستمرة بطريقة مرنة، بطريقة فعلا فيها كتير من الحرص على الأمن الداخلي بين تيار المستقبل وحزب الله. فعرفتي كيف مرات الخطاب السياسي لحتى أنت تحصدي منه ممكن تعلي السقف، وهيدا أمر مشروع بالكلام السياسي، بس على أرض الواقع بتشوفي أنه الحوارات مستمرة والاجتماعات مستمرة، وهناك كلام عن أنه اللقاء قد يكون مثمرا بعشرين الشهر بين تيار المستقبل وحزب الله. إذن كل خطاب سياسي خصوصا بالمحافل العامة لشد عصب الناس هو أمر مشروع، فنحن احترفناه وتعودنا عليه وما عندنا أي مشكلة بالموضوع. في هذه الأجواء إذا طلب حزب الله من النائب سليمان فرنجية بأنه يتراجع عن ترشيحه، لن يطلب حزب الله، وقال السيد نصر الله قال ما رح أطلب من سليمان فرنجي من حليفي ولا من حليفي الرئيس بري، نحن لا نطلب، نحن نتشاور ونتوافق. إذا تمنى عليه لن يتمنى، أنا بقول لك حزب الله لن يتمنى، التعبير اللي بدك إياه ما رح يتمنى عليه، لأنه بيعرف لولا انسحب سليمان فرنجي وما في توافق على الجنرال عون فما رح يوصل الجنرال عون، فمنكون شو عملنا؟ نكون خسرنا مرتك. أنا عم بحكي بعد لا أنا عم بحكي إذا تم فعلا اعتماد الترشيح من قبل تيار المستقبل خلص أمن إذا صار في توافق لبناني وطني على اسم العماد ميشيل عون، ما منكون نحن أول المهنئين، لا أكثر من هيك، منكون أول المكتفين بالمعنى الإيجابي إنه الحمد لله قدرنا نوصل لهذه النقطة. هذا أمر واضح وطبيعي. بيتراجعوا إذا لما بيسأل نحن المرد لم يقفوا يوما في وجه أي توافق أبدا، بيتراجعوا عن الترشيح شو تراجع ساعتها من هني الوصول، ما بيعود فيه سؤال عن الترشيح وعدم الترشيح، لأنه لما بيصير في توافق لبناني من ضمن كل المكونات الأساسية على وصول ميشيل عون إلى سدة الرئاسة، منكون اللي سعينا له نحن كمان كمرد وصلنا له بمطرح معين، هو شو وصول ميشيل عون إلى سدة الرئاسة، بس أنه مش أنه هو ما بيوصل ولا نحن بنوصل وبتضل كرسي الرئاسي فارغة لحتى بعدين يوصل لنقول رئيس ضعيف ونرجع نزيد على المسيحيين مزيد من إحباط. هيدا اللي احنا قلناه، ما نضيع الفرصة لعليكم ولعلينا، بمجرد ما يوصل أي من المرشحين إلى سدة الرئاسة فهو انتصار لموقف سياسي معين. نحن هيك منشوف الأمور، منقراها إذا بدك من فوق، ما منقزم كرسي الرئاسة على قياس شخص، بل على العكس تماما، منخلي الشخص يوصل ليضمن قياس الكرسي. تصرون بأنه اليوم لا تزالون على نفس التحالف المبدئي مع تيار الوطن الحر بالعناوين الكبرى. تعال نحكي على كل العناوين، بتشوفي نحن ملتقيين عظيم بالضبط، بدون نيات ونوايا. إذن بشو بتنتقدوا التيار الوطني الحر؟
أنا مني بموقع جي انتقد التيار الوطني الحر، بتشوفي التيار الوطني الحر بشوفكم عم تشتبكوا بطاولة الحوار لدرجة عطلت طاولة الحوار. من حقنا المشروع اليوم ان نطرح عليكم السؤال على ماذا تنتقدون باداء التيار الوطني على الاسلوب اللي برجع بقول اللي قاله سليمان فرنجي وانا ما فيني زيد عليه، انه بالنهايه اليوم نحن على المضمون متفقين، على الاسلوب مختلفين، لانه اذا بدنا نرجع سنين لورا ولا مره هذا الاسلوب الا ما وصل الى نتائج سلبيه. شو تعريفه لهالاسلوب؟ يعني من اذا بدك شو تعريف هالاسلوب؟ يعني دائما تغييب الشريك ورفع الصوت انه نحن موجودين وحدنا بالساحه، وعدم ملاقاه الاخر الى منتصف عزيز. الطريق منذ اتفاق الطائف الى اليوم. فاذا اذا عم بيقولوا انه الميثاقيه مستباحه لانه ما عم بيكون في تمثيل صحيح للتيار الوطني الحر. اعترض النائب سليمان فرنجية على هذا التصريح بالقول انه نحن كمان بنمثل الميثاقيه، ولكن ايضا حكيت عن الكالكولاتريس بالمنطق وبالمنطق العددي واضح تماما بشكل لا يقبل حتى النقاش بانه الاكثريه الساحقه هي لدى التيار الوطني الحر، وبالتالي نعم بحق لهم بكل ضمير مرتاح انه يحكوا عن تمثيلهم للميثاقيه. اكثريه ساحقه وفق اي معيار؟ اذا وفق معيار النيابي، وفق المعيار النيابي هناك ايه؟ تكتل الاصلاح والتغيير الذي يضم شيلي منه تيار المرضى، ومين بدي كمان التشناق؟ مين بدي ما منشيل التشناق وما منشيل الوزير الرسلان بيطلعوا الاكثريه او لا؟ حبيبتي لا، مش الاكثريه. كيف مش الاكثريه الساحقه؟ انت قلتي الاكثريه الساحقه بيطلعوا. نحن لم بيطلعوا هن اكثر تكتل مسيحي، هن اكثر ايه كتلة مسيحية بالمجلس او لا؟ 100% بدناش نعمل، بس قلتي الاكثرية الساحقة، انا عم صلح المصطلح. الاكثرية الواضحة التي التي تبنيناها جميعا ودعمناها وفق قانون الستين اليوم. اي قانون اخر وحتى قانون الستين من جديد قد يفرز اكثريات متعددة وليس من اكثرية واضحة. اذا هناك اكثرية نحن لم ننفيها يوما، وبعدنا لليوم منقول الاكثر تمثيلا والذي يتقدمنا جميعا وكل اللي بدك، بس مش معناتها اذا كان الذي يتقدمنا جميعا غاب غابت الميثاقية. هذا كلام اكبر من انه ينقال بهيدي الطريقة اللي انقالت اللي طرحت ووفق ارقام غير واقعية. بعدين ديما بدنا نرجع كيف ارقام غير واقعية؟ يعني غير واقعية لما بدي اقول انا 86% من فترة ما هيك وقت اللي انعمل اعلان النيات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. بتذكر انا بتذكر تغريدي حتى ابني كتير حبيتها على تويتر جان، انه مثل هيدا بحط على الفيترين 86% سولد وبتفوتي بتلاقي بالكاد 30% إلا على الأشياء العادية. بعدين لما بكون أنا عم بقول قبل بشكل 70% بعمل إعلان نيات صرت 86، إذن القوات بشكله 16%. لما بروح إلى طاولة الحوار وبحكي بال6% يعني الكتائب بمثله 8%. فإذا كانت كل المكونات الأخرى منا عم تقرأ هيدا إذا بدك هيدا العداد اللي منه دقيق، فمعناتها في مشكل. اذا اليوم جرت انتخابات بلدية، وانا برأيي الانتخابات البلدية كانت جرس انذار لكل الاحزاب اللبنانية من دون استثناء. اليوم بتشوفي بالانتخابات البلدية خلقت مساحة لأصوات لبنانية معترضة على كامل الأحزاب وعلى كامل القيادات وعلى كامل التيارات وعلى كامل الشخصيات، ولكن ان دلت على شيء فانها دلت على أنه معلشي خلينا نكون دقيقين أكثر بقراءة ما يسمى بالأكثريات. طيب عم بتقولوا أنه أيضا نحن بنمثل الميثاقية وأنه لا يحق له للتيار الوطني الحر احتكار هذا المفهوم وهذه الصفة. ديما بالزمان وزراء الشيعة طلعوا من مجلس الحكومة، انضربت الميثاقية بأمها وأبيها واستمر عمل الحكومة. بس انتو كنتوا ضد هالمبدأ عم بيلي واستمر عمل الحكومة. هيدا لبنان بينما اليوم بس انتو كنتوا ضد ما عم بقول لا هون عم بتصير فيك كيب مكيلين لا لا ما عم بقول لا عم بقلك واستمر عم بقلك واستمر بالرغم من تحفظنا وكنا ضد. اليوم في اكثر من رغم من ثورتنا خلينا نقول فينا مصطلح اخر اي مصطلح اخر، بس بالتالي هذا المكون اللبناني اللي اسمه الشيعي بالوقت بوقتها ما عمل ثوره طويله عريضه لحتى يخربط المؤسسات الدستوريه ويدمرها. اليوم في اكثر يعني وصلت الازمه وزراء بكانون الاول 2006 نزلوا وزراء مسيحيين بمجلس الوزراء عم بيحضروا. اذا هول ما بيشكلوا ميثاقيه بنظر البعض
فمعناتها في مشكلة كتير كبيرة، في مشكلة كتير كبيرة. اليوم بدنا نتواضع بالسياسة. أنا بقول في أزمة، نعم غياب التيار الوطني الحر كمكون أساسي نعم يشكل أزمة، ولكنه لا يضرب المثقية. أنا عم بعترف لك أنه غيابك أزمة، بس مش مقبول بس يعني تقول أنه وجودي بس أصبح لا معروفاً. لا يضمن المثقية. بس أصبح معروفا أنه إذا العدد التمثيلي بالمجلس الوزراء أو بالمجلس يعني بمجرد ما غيب وزير المرضى روني عريجي بالجلسة نعم. الأخيرة نعم. لحتى نحن نفسح المجال نعم. إلى مزيد من التشاور نعم. والحلول نعم. تتشوف المرونة كيف من التبعة نعم. كان بوقتها مقرر وزير السياحة ميشيل فرعون أنه يغيب، لما عرف بغياب روني عريجي قرر أنه يحضر. إذن هناك خوف لدى معظم اللبنانيين والمكونات الأساسية أنه ما بقى في بهالمؤسسات الدستورية واقفة إلا هالحكومة على هزالها. هل المطلوب أن نضرب المجلس النيابي وأن نضرب مجلس الوزراء وأن نبقي على الشغور الرئاسي فقط لحتى نوصل إلى تحقيق مصالحنا أو مطامحنا؟ كمان هذا شيء ما بعتقد أنه اللبناني كتير مرتاح له يعني. بس يعني فكرة الارتكاز إلى عدد الوزراء والنواب منا بالضرورة هي بترعى التمثيل الصحيح، بمعنى بنعرف أنه وقت العهد السوري كان في تمثيل مسيحي بالمجلس النيابي وبالحكومة، ولكن هذا كان لا يعكس بأي شكل من الأشكال التمثيل المسيحي الصحيح. بتخيل ما في ضرورة حتى أن نشرح هذا الموضوع. فاليوم الارتكاز لفكرة أنه في وزراء مسيحيين، هيدا يعني العلاقة منا هالقد مثبتة بين الفكرتين. حقبة الوجود السوري عم بحكي على الفكرة بحد ذاتها، وجود مسيحي وجود نحكي عن حقبة الوجود السوري اللي بوقتها إذا بدك لولا حفاظنا على كل المؤسسات المسيحية ومن ضمنها المؤسسة اللي نحن قاعدين فيها اليوم، بعتقد كان الأمر أسوأ بكتير. بس أنا بدي أقول لك شغلة، ما عم بحكي عن المشروعية، عم بحكي عن الفكرة بحد ذاتها. وجود ممثلين لهالطائفة مش معناتها منه بالضرورة بيعني أنه في تمثيل. لفكرتك إذا بوقتها كان التمثيل غير صحي وصحيح تبعا للوجود السوري، رح سلم جدلا معك بالموافقة على اللي قلتي. طيب بعد خروج الجيش السوري من لبنان صار في أكثر من انتخابات نيابية. بعتقد الخرق الإيجابي اللي أحدثه تيار المرضى والحلفاء بالرغم من كل القوانين الجائرة اللي انعملت إذا بدك لضربنا نحن الذين نستمر وجودا وتكريسا ونيابة ووزارة ورئاسة من سنة 29 لليوم، فما أدروا. إذن شرعيتنا موجودة ومكرسة. فبالتالي اليوم أنت لما بتحكي عن شرعية سليمان فرنجي أو من يمثله في مجلس الوزراء، بدك تعترفي بكل طيبة خاطر بهذه الشرعية. لما بدك تحكي ببطرس حرب، ولكن شرعية اختلافاتنا وتقاطعاتنا معه، ولكن لا يمكن أن ننكر له شرعية تمثيله النيابي في قضاء عزيز على قلب كتير هو قضاء البترون، بالمقابل الذي يعيب علينا تمثيلنا لم يتمكن من الوصول إلى المجلس النيابي على الرغم من كل الدورات النيابية اللي قطعت واللي ممكن بعدين تقطع. لما بدك تحكيني عن الميثاقية، بدك تاخديني بمعيار، بوفق هذا المعيار خليني ما أطلع أنا لألك بنظرة دونية على الميثاقية. بس المعيار ما في يكون أنه لأنه الوزير جبران باسيل ما نجح بالانتخابات بالبترون تحديدا، هيدا ما بيضرب كل التمثيل اللي بيمثله التيار الوطني الحر. التيار العوني سقط هو بهذه الانتخابات، ولكن ما في اثنين عاقلين فيهم يناقشوا إذا ما كان اليوم التيار الوطني الحر هو أنا أقول الذي يعيب علي الميثاقية ينتبه لميثاقيته. هذا اللي عم بقلك إيه. بعدين لما هو ما عم بحكي باسم شخصي، لازم أخذ فاصل بعد الفاصل من كافة هذا الحديث. مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد، وإلى عضو المكتب السياسي في تيار المرضى فيرا يمين. خلينا أنهي قصة السجال بين التيار الوطني الحر وتيار المرضى وموضوع الميثاقية. أيضا ممكن بسهولة أنه يؤخذ عليكم أنتم عم تحكوا أنه نحن أيضا نمثل مسيحيا، وبالتالي لا تضرب الميثاقية إذا كنا نحن عم نمثل. ممكن يؤخذ عليكم أنه أنتم فعليا قوتكم هي تمثيل مناطقي، والتمثيل المناطقي بحد ذاته ما في يكون أبدا تمثيل
على مستوى وطني. هلا اذا نحن بدنا نحكي بهيدي التيار الوطني الحر تبع اللي هو التيار الوحيد اذا بدك اذا بدنا نحكي اذا بتسمحي بس كفي هيدي الفكره على عكس التيار الوطني الحر اللي هو التيار المسيحي الوحيد تقريبا اللي اثبت تمثيليته او تمثيله لكل المناطق تمثيله لكل المناطق اللبنانيه المسيحيه. انا بدي اقول لك شغله يا ديما، اذا بدنا نحكي علميا وواقعيا، أول شيء مسيحية الأطراف ولا مرة إلا كانوا ممثلين للمسيحيين، البطريركية طلعت من الأطراف والرهبانية طلعت من الأطراف، ابن لقبيات ليختلف عن ابن كسروان وابن كسروان ليختلف عن ابن جزين، كمان هذا التمييز بين مسيحية الأطراف ومسيحية المركز أنا برأيي كمان هيدا لا يجوز. ما جبت سيرة لا مركز ولا أطراف تقولي مناطق بس أنا ما مش بمعنى أهمية المركز بالنسبة للأطراف، عم بقول أنه أنتم موجودين بما فيكم تكونوا موجودين بس ببيروت ولكن أنتم عندكم تمثيل فقط في هذه المنطقة بهالمعنى عم قول منطقة مش بالأهمية. هيدا النقطة الأولى حكيناها التمييز بين يعني إذا بدك المناطق واللي ممكن أنا فهمتها بالطريقة لا. النقطة الثانية إذا أردنا أن نرتكز علميا وواقعيا، أنا ما بدي أقول لك أنه قديش نشغل لنفتح مكاتب وكان سليمان فرنجي يقول لا مراعاة للتيار الوطني الحر مفروض نكون هيدي الساحة عم نفتحها أكثر وكل التقديمات من خايفة على حدا باعتراف قياديين ولا أحلى من التيار الوطني الحر ولا نزال يعني إذا بدك على اتصال دايم معهم والتشاور والتذكير بكل هالأمور الإيجابية. إذا بدي ارتكز أنا على كل الإحصائيات والدراسات اللي انعملت بالفترة الأخيرة واللي نشرت بمختلف اليوميات والأسبوعيات اللبنانية التي دلت على انتشار اسم سليمان فرنجي في مختلف المناطق اللبنانية بما يرقي ترشيح رئاسة الجمهورية. اليوم بدك تشوفي النفس، بدك تشوفي النبض، ما بدي اقوم احكي انا يعني ما بدي احكي انا وياك بس يبقى هذا رهن الامتحان يعني لا. لازم فعلا يكون في طب لكن لازم يكون في تمثيل حقيقي. اذا لماذا لا نذهب للتاكد من اذا لماذا لا نذهب الى الاقتراح السابق اللي قاله النائب العماد ميشيل عون الى ضروره ان يتم الانتخاب من الشعب وساعتها نسلم جدلا وبالعشره بنرفع ايدينا انه مين الذي قد يفوز بعاطفة وعقل وعي ووعي النسبة الوازنة من اللبنانيين. من اللبنانيين ليش من المسيحيين من ليش المسيحيين جزء مفصول عن اللبنانيين. هيدا الكلام أخطر كلام بينقال ديما صدقيني وأنت بتعرفي حكي أنا وياكي أكثر من هيك. أخطر كلام بينقال نحن لدينا تمثيلنا ووزننا في الطائفة المسيحية بما لا يقبل الشك إذا بقانون الستين وبالشمال كله وقت اللي كان في 8 و14 أدار وكل اللي انعمل وكل الضغوطات وكل اللي حيك وقدرنا وحدنا كصغرة الزاوية في حينه أن نصل إلى تشكيل كتلة نيابية من 4 نواب إلى مجلس النواب. إذا ما حدا يحكيني بهذه الخبريات. نحن في العمق المسيحي نحن في العمق المسيحي ولكن على شرط البعدين الوطني والمشرقي. مش وقت اللي بدي أنا بحكي وطني وقت اللي بدي روس خطابي وحرك العواطف تما أقول الغرائز بدي أحكي مسيحي. أنا مش وقت اللي بدي بروح على الأفق المشرقي وقت اللي بدي بحكي بنفس فيدرالي طير جلسة مجلس الوزراء الحوار لما قال له الرئيس بري للوزير باسيل هيدا أخطر كلام سمعته يوم بما يشبه الحرب الأهلية لما إذا ما بدكن ينا نحن رح نروح وحدنا. مين اللي نحن مين اللي نحن يعني أي كلام هلأ يقال إنه هو من حكى بالفيدرالية ولك حكيه فيها بصورة واضحة ولا تلمحيلا بهالطريقة الخطرة. إذن لما بتقولي لي نعم النسبة الكبرى من اللبنانيين من واقع مسيحي ببعد وطني أنا شو ساعتها شو بكون أنا عم بروح إذا كنت أنا قوية فقط مسيحيا وكل المكونات الأخرى غير قابلة بي. أنا ما بكون عم بضرب الآخر أنا بكون عم بضرب المسيحيين بمغامرة جديدة. اليوم الأكراد ديما بين سوريا والعراق وتركيا وإيران عندن مساحة جغرافية تضم الملايين رح تصير حرب كونية ثالثة لضرب إمكانية وصول دولة كردية وبدك تحكيني بقى عن أوهام وأحلام لا للمسيحيين يعني تعبوا المسيحيين ديما تعبوا نحن تعبنا تهجير وقتل وضرب وشهداء كله
وفق هذه المعايير، لا أرجع حكيهم بهذا المعيار بس لحتى أرضيهم بمطرح معين. سيدة فيرا، بس التيار الوطني الحر منذ عودته سنة 2005 وهو لم يدعي يوما بأنه لا يتكلم بخطاب مسيحي ولا مرة، حتى بمشرقيته كان يتحدث بالمسيحية المشرقية. طبعا فاللي عم نقوله طبعا بس أنا لما بدي أحكي بالمسيحية المشرقية، المسيحية المشرقية يعني الانصهار مع المكونات الأخرى، ولا الشرق لقلنا وحدنا كمان يعني. ولكن اللي عم قوله أنا عم بطرح كنت عليك سؤال، إذا أنتم عمكم تمثيل مسيحي على المستوى اللبناني، كان الجواب إذا صار في انتخاب مباشرة من الشعب بنربح نحن. لا أنا قلت لك هيك الجواب أبدا، قلت لك بعز الخلاف وبعز القانون الجائر قدرنا نشكل كتلة نيابية بمجلس النواب رئاسيا إذا صار في انتخابات رئاسية. قلت لي بدك تمثيل، قلت لك عنا تمثيلنا المسيحي الوازن في المجلس النيابي بالرغم من القوانين الجائرة ومن كل محيق ضدنا، وقدرنا مكوننا كتلة وازنة ودعمنا الآخرين لتشكيل كتلتهم الأوزن. نحن كنا داعم أساسي امبارح بالانتخابات البلدية. أنت بتعرفي المرضى كم بلدية أخذوا ببعبدة؟ ولا هيدي كمان الواحد يعني لازم يغض النظر عنها، بس لأننا نحن لا نسوق يعني نتائجنا كانتصارات ونكبر الحجم، لهالسبب نحن نبقي على نبقي على سياسه التواضع والواقعيه. سجل محتدم يعني لا مش السجل، انا عم برد عليك على السجل. سجل فعلا محتدم جدا بينك وبيني هلا. لا لا بينكم وبين التيار، لا ابدا سجل بينك وبيني هلا، لان قلت لي عن التمثيل المسيحي. انا قلت لك عن الانتخابات البلديه، يا ريت تسال التمثيل وتمثيليه، قلت لي خليها تمثيليه يعني فعلا. انا بتعرفي ليه؟ لانه قلت الرئيس قبل، ويعني في بعض المصطلحات عم تغريني فيها، فمشان هيك انا عم بقول لك انه الانتخابات البلديه الاخرى يا ريت بنقرا نتائجها لتشوفي انه تمثيلنا يتجاوز المناطق، لان منطقنا يجمع المناطق. برايك اذا بجلسه انتخاب الرئيس المقبل ب 28 شهر، هل في اي مؤشرات بتقول انه ممكن تكون لحد هلا خير؟ لحد هلا يا رب يكون في خير يا رب، وبصدق عم بقول بلا ما تضحكي هذه الضحكة الإيرونيك، بصدق أنا عم بقول إن شاء الله بيكون في خير، ولكن لحد هلأ كل المؤشرات طبعا إذا بدك لكل التصريحات والمواقف المقرونة بالمشهدين الإقليمي والدولي، ديما اللي بدنا نضحك على بعض. أنت شفتي الخطاب قديم مروس، واللي هو لأول مرة بتكبر هالقد بين إيران وبين المملكة العربية السعودية. إذا في واقع إقليمي محتدم جاي من واقع دولي مأزوم، فبالتالي كل هذه التداعيات لا تصب لمصلحة اقتراب أو دنو انتخاب رئيس للجمهورية بلبنان. هيدا قاله السيد نصر الله بشكل واضح، هيدا اللي قاله الرئيس بري بشكل واضح، هيدا اللي كرره الرئيس سعد الحريري بشكل واضح. يعني بتشوفي كل تصريحات إذا بدك المسؤولين السياسيين انه ما بتبشر بالخير ولو كانوا يضمرون طبعا الخير. الرئيس نبيه بري يقول بانه موضوع او خارطه طريق القصر ترسمها سله تفاهمات تتضمن رئاسه الجمهوريه، قانون الانتخاب وتشكل الحكومه، انتم مع هذا الطرح؟ يعني هذا كان الحكي اذا بدك بمعزل اذا مع او لا، هذا كان الحكي اللي اسس لطاولة الحوار، واللي كانت الجلسة الأولى مبنية فيه على التفاؤل مثل ما قال الرئيس بري بمهرجان تغييب الإمام الصدر، إنه أول جلسة كان بألف خير، تاني جلسة ما بعرف شو صار طرق موال معين وطارت هيدي الخبرية. هلأ مع أو ضد، المهم يكون في حوار. هيدا الحوار لابد أن يثمر بعض التقاطعات اللي ممكن توصل، مش كل واحد بيطلع على الإعلام بيستعرض عضلاته اللغوية وعضلاته الإعلامية وعضلاته السياسية بالوقت اللي نحن كلنا محكومين ببعضنا، لا أحد قادرا على إلغاء الآخر. سياسة الإلغاء وصلتنا إلى نتائج لا تحمد عقباها. حدا بده يلغي المرضى كمرضى؟ ما بيقدر إذا في أو لا، ما بعرف. بغض النظر بغض النظر بغض النظر بتلمحوا إنه التيار الوطني الحر اللي أبدا أبدا أبدا، أنا عم بحكي مش كمرضى فقط، أنا ليك مرات في بيبقى نفس إلغائي، قد لا يكون هذا النفس يستهدف هذا الطرف
أو ذاك، أعوذ بالله، مش أنا هذا اللي عم بقوله، بس النفس الإلغائي. الإلغاء تجاه مين؟ مين بدون يلغو؟ تجاه أي آخر. ما مرات أنت بتكوني عم بتشوفي حالك وحدك بالمرية، بيجي أي حدا تاني بتنقذي، فبالتالي لا، مفروض تكون مرايتك أوسع لتشوفي كل اللي موجودين داخل الغرفة. فمشان هيك أنا عم بقول بيبقى في نفس إلغائي قد لا يكون يستهدف أحدا آخر بطريقة واضحة وصريحة، حرام، لحتى ما نحمل الأمور أكثر ما بتستحق. بقى مشان هيك أنا عم بقلك طالما كلنا محكومون ببعض، وهيدا البلد للكل، وهيدا البلد بيساع الكل، وما عنا خيار آخر إلا نكون كلنا مع بعض، فبالتالي يجب وفق هذه النظرية نتحاور مع بعض. ومن هون برجع بقلك إنه نتفق بالمضمون ونختلف على الأسلوب. ماذا عن طاولة الحوار؟ هلا بانتظار الرئيس بري امتين بده يرجع ينشطها، الله يعينه يعني، ما بعرف. بس برأيك في بعد، هل انفجرت؟ انفجرت ايضا هيدا البلد اللي هي تحولت لمؤسسة مثل المؤسسات الباقية. هيدا البلد مفتوح على كل الاحتمالات. اذا انت وانا هلا قلنا لا، لهيئة في صعوبة بمكان، طارت طاولة الحوار، عبكرة تجي معطيات، تجي ظروف معينة تهيئ وتأسس لطاولة حوار جديدة. يمكن بكرة تطرأ ظروف إقليمية ودولية تضرب اللي حكيناه أنت وأنا سوا حول استبعاد إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية، وتصير ظروف معينة. إذا هناك ظروف قد تأتي على عجالة تبدل في كل اللي كنا عم نحكي فيه سوا. لهالسبب بيبقى في مرتكز أساسي ووحيد، هو ضرورة أنه نقبل بعضنا، لأنه نتيجة أي ظرف لحتى يكون في مرونة لنكون عم نقبل بعضنا ونقدر نخلص هيدا البلد اللي هو للمرة الأولى بموقف المتفرج على سخونة تجتاح مختلف المنطقة. عم تحكي من منطق أنه أنتوا ضد الإقصاء وضد الإقصاء. طبعا بالمقابل هذا هو بالضبط منطق التيار الوطني الحر اللي عم بيقول انه بقية الافرقاء اللبنانيين السياسيين بدهم يلغوا وبدهم يلغوا الدور المسيحي. ما بتتشاطروا معه بهيدي النقطة اليوم انه فعلا عدم القبول؟ اذا بدي انا ارجع اعمل محصلة كل المطالب اللي قام بها التيار الوطني الحر مؤخرا، حتى يعني منذ سنتين لليوم، بنلاقي انه مزبوط كل المطالب اللي تمسك فيها ضربت بعرض الحائط. وبالتالي هيدا بتلاقي مطالب عدم التمديد، التعيينات، طيب التمسك الحق، طيب عظيم انه حق دستوري التمسك باسم معين لقائد الجيش، ولكنه عرف لبناني. وعرف يتم مراعاته بين الطوائف، يعني يراعى للطائفة السنية تمسكها باسم معين لمركز محسوب عليها، نفس الشيء بالنسبة للطائفة الشيعية. هذا لم يراعى في الوضع المسيحي. عدم التمديد للمجلس، كل المطالب. أول شيء عدم التمديد للمجلس النيابي، وهذا الحق اللي طلب فيه تيار الوطني الحر، وبقي آخر شيء بمجلس النواب. فإذا في شيء وعكسه. طيب. التمديد موضوع توافق عليه كل اللبنانيين، بالتالي كل المكونات حلفاء وخصوما في حينه، لأنه هلأ انخلطت الخبرية، مزبوط أو لا؟ يعني صار في مزيك جديد. فإذا بحينه الحلفاء والخصوم اتفقوا على التمديد، بالنهاية قطع التمديد لأنه كان في خوف بوقتها من أنه لا، أسباب عديدة أمنية سياسية اللي بدك، قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة، إنما تم التوافق عليه وكان التمديد. إذن هذا عامل ما بنتوقف عنده. إضافة إلى ذلك إنه كل الحكومات اللي تشكلت كان في إصرار من التيار الوطني الحر على حقائب معينة، حصل عليها ولا لا؟ حصل عليها ولا لا؟ توقفت بوقتها حكومة 4 شهور لحتى يوصل الوزير جبران باسيل إلى وزارة الطاقة اللي وعدنا فيها بوقتها بالكهرباء 24/24، طلعت مثل 6%، طلعنا 6/24. فإذا كل المطالب اللي كان عم بيطالب فيها التيار الوطني الحر على صعيد المكاسب، إذا بدك الخاصة مش المكاسب العامة، بعتقد حصل عليها. أما لناحية الخاصة طبعا، أما لناحية المطالب المسيحية، طبعا هناك واقع معين إنه في أزمة مسيحية معينة. لهالسبب عم بيتنادى دايما المسيحيين تحت مظلة بكركي إلى ضرورة التوافق. طالما قلنا نحن إذا اجتمعنا للتوافق على بعض المسلمات والثوابت التي تحفظ لنا حق الاختلاف وتقينا من الخلاف، وصلنا اتفقنا على القانون الأرثوذكسي. مين طيره؟ الشريك المسلم السني أو الشيعي؟ طيروا المسيحي باتفاق الدوحة. من بعد ما صار اتفاق الدوحة، مين كان اللي متمسك بقانون الستين؟
السني أو الشيعي اللي كانوا اثنيناتهم ما بدهم إياه، مراعاة للشريك المسيحي تم إقرار قانون الستين باتفاق الدوحة. لما انحكى هلأ على أن اتفقوا يا مسيحيين على رئيس للجمهورية، مين اللي ضرب اتفاق بكركي والاتفاق على رئيس الجمهورية؟ السني أو الشيعي ولا المسيحيين أنفسهم؟ بدنا نكون واقعيين. اليوم لما بيجي شريكك الآخر أكان صدقا أو مناورة عم بيقلك اتفقي على اللي بدك إياه وأنا معك، بالتالي ليش نحن ما نرتقي إلى مستوى هذا الاتفاق ونفرض بالمعنى الإيجابي على الشريك بالوطن أنه نقدر نحصل هذه الحقوق أو هذه الواجبات أو إلى ما هنالك؟ مش عطول بدي ألعب دور الضحية لحتى استعطف الشارع، الشارع أرقى من هيك. بدي ألعب دور الناقد الذاتي لحتى أقدر أضمن وجودي الذي يكرس هوية هذا الشرق والذي يكرس هوية هذا اللبنان، لأن هذا الشرق وهذا اللبنان من دون مسيحيين يضرب كل تكوينه، ولكن شرط أن يرتاح المسيحي مع هويته ومع امتداده العربي والمشرقي. طيب بعد الفاصل بنتقل إلى الأوضاع الإقليمية، مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد، وإلى العضو أو عضو المكتب السياسي في تيار المردة فيرا يمين. إذن برجع برحب فيك عن جديد. خليني انتقل إلى الصورة بالميدان السوري اللي هي أيضا ضبابية، يعني حرام بيرح كان ليل أسود، والله يرحم شهداء الجيش العربي السوري اللي على قول الأمريكيين أنه بغارة بالخطأ سقطوا بارح بالليل. الهدنة اليوم واضح أنها هشة، الهدنة طبعاً. اللي أعلنها الأمريكيون طبعاً. والروس تترنح بين جبهة والتانية، واضح بأنه نحن دخلنا بنفق هدنة يتم خرقها من هلأ إلى الانتخابات الأمريكية. إيه تماما تماما، يعني إذا بدك أعطيت الجواب بالسؤال. اليوم دايما الأمريكيين بتعرفي لما بيكونوا عم بيتهيئوا للانتخابات، مش قبل هلأ، يعني نحن صرنا على مقربة، بدك دايما دايما آخر سنتين من عهد الرئيس الأمريكي بتكون هي تمهيد للانتخابات المقبلة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية فعلا عندها أزمة الواقع بالمنطقة اليوم منذ 2000 يعني 2003، يعني منذ استباحة العراق لليوم بلشت الأزمات تتراكم. لها سبب، بتشوفي الفريق الآخر المتمثل بروسيا أخذ نفس وطلع على الضوء السياسي من جديد، صرنا عم نحكي إلى توازن دولي استجد وفق المعطى العربي تحديدا. إذن اليوم صار في هدنة روسية أمريكية، يحكى أنه في نوع من الاختلاف بوجهات النظر بين إدارة الرئيس أوباما وقسم كتير كبير من الكونغرس، يمكن يكون هيدا اللي هدد هذه الهدنة. البعض يقول أنه هيدي الهدنة محكومة بكيف ممكن أنت تصنفي الإرهابيين ومين المعارضة، مرات ممكن تقولي هيدي المعارضة وتعزليها عن الإرهابيين، علما أنه كان في نوع من المرونة إذا بدك المستجدة بتصنيف النصرة على أنها إرهابية من بعد تسويقها على مدى سنوات أنها قد تكون، طبعا نحن كنا ضد هيدا الرأي، قد تكون من المعارضة المعتدلة بين مزدوجين. إذن في سلسلة أمور قد تعيق هذه الهدنة، بس أنا برأيي ما بتلغيها. يعني الاتفاق الأمريكي الروسي يمكن ما يكون كتير صلب بس مش كتير هش، لأنه الاثنين محكومان بضرورة أنه يكون في اتفاق دولي لحتى يطلعوا من يعني من يعني برأيك هيدا الهدنة هي تمهيد للحل، بداية تمهيد للحل، أو فيها أو هي هدنة ك ك ك هلا ممكن تكون هدنة لاستشراف الحل، وممكن تكون هدنة لا بداية للحل، لأنه في أزمة ديما، في أزمة دولية بقراءة المعطى في المنطقة. يعني الربيع العربي الملوث لم يعطي ثماره لا في الداخل وارتد سلبا إلى الخارج. اليوم بتشوفي أوروبا كلها عم بتعيش خطر الإرهاب، بتشوفي الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، روسيا كذلك، كل دول العالم. لحتى من هون منشوف، بتشوفي أنه بشكل معين مهما اختلفوا على العناوين صار في عنوان أساسي واحد، ضرورة مكافحة
تحت الإرهاب. إذن تحت هيدا العنوان أنا برأيي لازم يكون منسوب التفاؤل شوي أكبر على إمكانية إيجاد حل معين يفرضه الميدان، معطوف إذا بدك على واضح الميدان على التحول تقريبا. التركي يعني اليوم حتى بتشوفي تركيا التي هي بالرغم من كل عاطفتنا السلبية على موقفها إنه هي لاعب وازن بالمنطقة. بتشوفي من بعد الانقلاب الذي كان مدبرا أو الذي كان مفاجئا ومثل ما بدك يعني نقرأ بكل المعايير، ولكن بنتائجه كانت نتائجه إيجابية إلى انعطاف تركي ما بقراءة الواقع السوري. فمشان هيك بتشوفي إنه الميدان السوري فرض نفسه بالتزامن مع قراءة مختلفة دوليا للواقع السوري. لا واضح أنه يعني فرض نفسه، ولكن بعد لا هلا يعني كل ما سرب طبعا يعني غير معروفة لحد هلا البنود الواضحة للاتفاق الأمريكي الروسي، ولكن ما سرب عنا بعده ما بيحكي بشكل واضح حتى الفرنسيين إذا انتبهتي امبارح وزير الخارجية الفرنسي أنه وافق مش بس هيك، وافق على اقتراح لافروف بضرورة الإفراج عن البنود. يعني من هون بقلك يعني مشان هيك أنا عم بقلك ليش في هيدي النقطة بعد ملتبسة. إذن الأمريكيين قد يختلفون فيما بينهم على وجهة نظر معينة، نعم، ولكن ما يمكن أن يستشرف من الواقع ومن الميدان ومن التسريبات عن الاتفاق الأمريكي والروسي أنه نحن رايحين باتجاه تقسيم. عم قلك يعني رجعنا للموضوع الثاني، اليوم السوري الكردي اللي كنا عم نحكي تحت الهواء عن الانتماء للأرض والهوية، ما قلت الكردي السوري أصد، قلت السوري الكردي. اليوم هناك يعني عدد وازن من السوريين الأكراد الذين يحاربون التقسيم، سوريا ضد التقسيم، تركيا قد لا يناسبها ولن يناسبها دولة كردية على حدودها، العراق كذلك. يعني ليك وهم التقسيم وهم أكبر من قدر ترجمته على الواقع. بس ليه إذا بتشوفيها هلأ على الأرض في شيء بيوحي بشكل واضح، كل الاحتمالات واردة، شيء بيوحي بشكل واضح وبشكل إذا بدك ملموس، كل الاحتمالات واردة التقسيم. يعني اليوم الساحل واضح كيف كيف تم يعني خلص رسمه بشكل واضح، حزب الله أيضا يعني واضح بأنه عنده حرص على على أنه خط أحمر هذه الحدود يعني الساحلية، وتربط الساحل اللبناني. ديما ما تقطعي ملاحظتك هيك، أول شيء الخط الأحمر عند حزب الله هو الدفاع عن الحدود اللبنانية، نعم، مش رسم لخطوط التقسيم الذي يحكى عنها. ما قلت أبدا خطوط فرق تقسيم. كتير كبير بتحديد الموضوع، لا بس من خلال المعارك اللي أنا موجودة اللي على الأرض أنا اللي واضح أنه في عنده حرص على هذه الحدود. يعني عم نحكي هلا طبعا لا بس كمان في واضح انه في حرص على هذا الامتداد بال لو كانت الحدود اللبنانيه لو كانت الحدود اللبنانيه بدل تركيا مع حلب رح يكون كمان نفس الشيء. انا ما عم قيم، عم بحكي وقائع الميدان وين متواجده. وانا يعني عم بحاول اوضح هيدي الصوره حتى ما تكون ملتبسه عند احد. انا اللي بقدر اقول لك اياه انه كل الاحتمالات وارده، انه مين انا لاجي اقول ما في تقسيم. أنا اللي أكثر فين شي نقوله أنه نحن كل حياتنا نعم لوحدة الدول وسيادتها وضد التقسيم، لأنه التقسيم يزيدنا شرذمة وتعتير. وشفت اللي حصل بالعراق، شفت اللي حصل بليبيا، شفت اللي حصل بتونس إلى حد ما اللي قدرت طلعت واستعادت وحدتها. مصر عندها حيثيتها وخصوصيتها وطبعا منا مرتاحة بشكل واضح خصوصا لناحية سيناء. فإذا أنا اللي بقدر أقول لك إنه سوريا مع بشار الأسد تبقى واحدة. شو ممكن بعدين يصير؟ ممكن نروح إلى تدمير ممنهج للمنطقة؟ بقدر بقلك روسيا ضنينة على وحدة هذه الدول لأنه مصالحها تقتضي ذلك، بالسياسي ما في عاطفة. الولايات المتحدة الأمريكية شافت بمحل معين أنه كل اللي نرسم لتقسيم المنطقة تحت عنوان الشرق الأوسط الجديد لم يجدي نفعا، بل على العكس كان عنده تداعيات وانعكاساته السلبية التي ارتدت إلى العمق الغربي. فأنا برأيي لا، هناك إعادة قراءة معينة. الميدان اليوم قد يعزز هذا الاحتمال ويجعل الاحتمال الآخر إلى تراجع أو العكس، بس كل المعطيات بتقول لحد هلأ بالرغم من كل سياسات
التقسيم المرسومي للمنطقة بعتقد أنه بمحل معين التقسيم لا يزال مستبعدا. نعم. طيب أيضا من اللي ممكن الاطلاع عليه من تسريبات منا واضحة جدا فكرة بقاء أو عدم بقاء يا الرئيس الأسد، يعني لم يتم قولها بشكل واضح. من قالت؟ في البنود. نعم. من قالت إن قصدت؟ ما بتعرفي يعني أنا ما قلت قصدت. من قالت إن قصدت؟ لا واضح إنه اليوم بالأجواء الدولية ما شغلي. بتتذكري أول مرة كنا سوا أنا ويكي باستوديو القديم، أوكي، كانت بلش العدوين على سوريا. نعم. ب15 أدار صحيح. ل2011. نعم. تقريبا بتموز كان في لقاء انت وانا سوا، اوكي، على الهواء وسالتيني هيدا السؤال اللي هو قلت لك عن بقاء الرئيس. نعم. الاسد، وقلت لك بوقتها انا لا احب ان اتحدث بلغه النظام، انا مع الدوله السوريه، الدوله السوريه بصمودها ستستمر. نحكي عن 3 شهور بتتذكري، وعن حلق شوارب، نحكي عن 6 شهور، نحكي عن رمضان، نحكي عن فطر، نحكي عن ميلاد، حكى عن رأس السنة. اليوم ب15 أدار 2017 بتكفي سوريا بأزمتها على 6 سنين. فإذا برأيي هيدا السؤال انتهت مدة صلاحيته. لا واضح من يعني الجو لحدت هذه اللحظة الدولي لا يشي برحيل الرئيس الأسد، على الأقل في مرحلة انتقالية. لا عم كون دقيقة بالمصطلحات اللي يتم تداولها لا يقدروا يحفظوا ماء الوجه، ولكن اللي في تراجعهم عن مواقفهم. ومش غلط بالسياسي في مرونة، يعني مش انه انا لما بقول كلمتي بدي كفي فيها، المهم انا كفي بقناعتي، بس كلمتي بتروح وبتجي اذا كانت تحت سقف هذه القناعة. طيب ولكن اليوم كل يعني ما يرشح عن الوضع السوري يشي بأنه مش عم نحكي نحن عن بلورة واضحة لنهاية الأزمة قبل على الأقل سنة، يعني ما معقول نكون نحن قدام هلأ نهاية. سيستمر برأيك الوضع اللبناني أكثر من سنة بفراغ رئاسي؟ هذا الخوف الكبير ديما، يعني عم بتأكد اللي كنا عم نحكيه شوي أنه عن انعكاسات الواقع الإقليمي على الداخل اللبناني. إن شاء الله يا رب يكون الاتفاق الروسي الأمريكي يمهد إلى مرونة التعاطي بين دول المنطقة لما فيه مصلحة لبنان. برجع لك إلى ضرورة يكون في مرونة سعودية إيرانية تنتج بعضا من إيجابية وحيوية على سوريا وعلى فلسطين وعلى لبنان وعلى مصر وعلى هلأ فترة الانتخابات الأمريكية اللي هي طبعا ميتة دوليا. نعم. من بعدها في عندك فترة تشكل الإدارة الأمريكية وإعداد الطاقم إلى آخره، من بعدها عندك فترة تعرف هذه الإدارة على اللي مش متفائلة ب28 أيلول يعني لا يعني عم نحكي بفترة واقع أكيد مزبوط. ما فيك تحكي قبل خليني أقول قد 6 شهور على الأقل. إيه إيه في فترة. إذا ما تبلور حل بعد 6 شهور طبعا. يعني أنت في عندك من بعد أشهر لكي يتم. إلا إذا كان بمحل معين عكسناها مسكنا يعني الجرة من تاني ديني وقلنا إن شاء الله يبدأ الحل من لبنان. إذا توحدنا بالداخل نحن وارتقينا إلى سدة المسؤولية وذهبنا فعلا إلى الإقرار بالمرشح الرئاسي الذي يحظى بالأكثرية النيابية ممكن حققنا إنجاز لبناني بحت يعني يشبه إلى حد كبير ما أنجزه لبنان سنة 1970. أديه حظوظ عم تغفزي من هذه القناة، أديه حظوظ برأيك أنه يكون في استحقاق لبناني داخلي معدومة؟ يا رب لا ليش معدومة؟ إذا توافقنا ليه معدومة؟ بعدين قدرنا حققنا أمور يعني تانية بيظل أكبر احتدام اللبناني بده يضل أسير النفايات وأسير عجقة السير وأسير انقطاع الكهرباء وأسير غلى المعيشة وأسير يعني يحترق سلافه. بس هذا منه شيء جديد، بس عم يتفاقم ديما عم يتفاقم. بالأول كان عندك شريان حيوي اسمه الاغتراب اللبناني، اليوم معظم دول أمريكا اللاتينية مأزومة اقتصاديا وكذلك الدول الأوروبية وأكثر من ذلك الدول العربية. إذا حتى هيدا الشريان اللي كان يضخ بعض من الحيوية لحتى يكفي قوت أهلهم وعائلاتهم بلبنان ما عاد موجود. بس سؤالي المحدد يعني اليوم بظل أكبر
أكبر مرة بتوصل إلى وتيرة الصراع الإيراني السعودي صح. إلى هذا الاحتدام وبظل الفترة الميتة دوليا إلى آخره، في واضح أنه في يعني انعدام لحظوظ لبنان لإستقالة طيب لكن الرئاسة. لكن ما نرفع شعارات أنه نحن مع المؤسسات الدستورية، لما بدنا نكون مع احترام المؤسسات الدستورية فلنحترم ما يقرره إذن بأكثريته مجلس النواب. مش انه اذا مجلس النواب باكتريته ما بيصوت لي ساعتها بيكون في مشكله، وعلى بكره ذاته هذا الممدد لنفسه مجلس النواب اذا صوت لي بصير مجلس عسلي. بظل الاحتدام الايراني السعودي كيف ممكن وصف اليوم علاقة التيار المردى بالمملكة العربية السعودية؟ لك ديما ولا مرة إذا بدك بالرغم من كل الخلاف السياسي، الخلاف السياسي موجود ما هيك، بس ولا مرة إلا كان في نوع من الاحترام، من الاحترام المتبادل، طبعا لا تاريخ من الاحترام، ونحن لا نتصرف مع أي آخر إلا وفق معيار الاحترام. وبعتقد موضوع الطائف تحديدا مسجل يمكن بعض الإيجابية بذكرة وبملف المملكة العربية السعودية، إنه مش غلط يعني، وين الغلط؟ طيب ولكن المملكة العربية السعودية اليوم هي بعيدة حتى عن أقرب حلفاء في لبنان اللي هو الرئيس سعد الحريري، هيدا الشيء ما بعرف قديش صح هيدا الحكي، وما بعرف قدي دقيق هيدا الحكي، ما بعرف قد دقيقة. ما بعرف لأنه بالنهاية آخر أسطار عمله الملك السعودي كان إلى يمينه الرئيس سعد الحريري بالوقت اللي كان في حكي بلبنان عن انشقاقات إذا بدك وعن أجنحة بالمملكة العربية السعودية لدعم فلان دليل ودعم وعدم عدم تيسير الدفاع. مني من موقع الدفاع أنا عدم تيسير الأزمة المالية للرئيس سعد الحريري. ما بعرف قد صح هيدا الحكي، بس أنا أكيد ما بعرف إذا في أزمة سعودية، مش إذا أزمة مالية، ما بعرف إذا في أزمة سعودية مع الرئيس سعد الحريري وبستبعدها. عم بحكي مالياً، عم بحكي مالياً يعني لبنان كله مأزون، بعدنا عم نحكي لبنان كله مأزون. واضحة شو هي الأزمة، إنه في أموال أو استحقاقات مالية للرئيس سعد الحريري في السعودية لا تفرج عنا السعودية بحسب ما يعني ما عندي فكرة، هيدا أمر مثل ما بيقولوا هيدا أمر طيب. داخلي خاص مثل ما ولا مرة إذا بدك تعدينا على الآخر في ملفاته الخاصة مش طيب. احنا ماذا عن تصريح النائب وليد جملاط بأنه حليفه الرئيس سعد الحريري يزداد ضعفا؟ هذا بدك تشوفي كمان إذا بدك النائب وليد جملاط بالحديث ذاته قديش هو أبدى حرص دايم بشكل واضح وصريح أنه هو همه ضمان أمن إذا بدك الطائفة الدرزية. تحت هذا المعطى كل المواقف السياسية بتصير مشروعة بالتصريح ذاته. بس لا ما كتير ما كتير لمست العلاقة، يعني هو عم بيقول أنه حليفي عم بيقول لك تحت هيدا المعطى تتبدل المعطيات عند نائب جملاط، ويمكن بمحل معين موجعه الواقع المالي للرئيس سعد الحريري، يعني انه منه غلط هيدا الكلام، كمان في كتير من الود انه انا ما عم بقول انه تهجم، انا عم بسأل ليش عم بقول لك هذا امر خاص، لا بس ما بتشوف هيدا طبعا ميلي خاص طيب، ولكن بس انا اليوم اكيد كل اكيد بيوجعني أمر عشرات العائلات اللي فقدت إذا بدك وظائفها ومصدر رزقها بغض النظر عن عن يعني مش طبعا بغض النظر عن الموقف المالي أو الوضع المالي، ولكن الصورة ككل ما بتوافق أنه يعني بتخيل منا بحاجة حتى لنقاش أنه وضع الرئيس سعد الحريري سياسيا واقتصاديا وداخليا وخارجيا بما لا يقاس أضعف من يعني سنة 2010 أو 2009 يمكن مثل ما كنا عم نحكي عن الواقع المسيحي كمان أنه لا يزال الأقوى مع بعض التراجع، والرئيس سعد الحريري لا يزال الأكثر تقدما في طائفته مع بعض التراجع، زيت الحكي يعني اللي بيمشي هون بيمشي هون، واللي بيسري على هذا الواقع يسري على الواقع الآخر. البلد كله عم بيتراجع ديما، بعدني عم قلك الانتخابات البلدية فرزت واقع جديد بلبنان، إذا ما بدنا نقرأ أوكي. معناتها في إصابة يعني. من باب قراءته بجارتكم طرابلس في يعني طل إذا بدك زعيم لهذه المدينة جديد إف هل أدب استغربتيها؟ كلمة زعيمة للمدينة للمدينة طبعا ما قلت لسني ولا قلت يعني بكافة المناطق. طرابلس طالما كانت هي الزعامة، كيف تصفون علاقتكم اليوم باللواء أشرف ريفي؟ علاقتنا بطرابلس كانت ولا تزال العلاقة التي توحدنا بالجوع وبالفرح وبالحزن وبالشهادة وبالانصهار الوطني. صغرتا وطرابلس طالما شكلا نموذجا للعيش المشترك في لبنان، نحن منقيس علاقتنا بطرابلس. طيب.
خليني ارتكز لشو بيقول اللواء أشرف ريفي. بيقول أنه أحد أصلا طبعا هو انفجر الوضع بينه وبين الرئيس سعد الحريري بسبب ترشيح النائب سليمان فرنجي. طبعا علاقة مقطوعة مع اللواء أشرف ريفي كليا، ما عندي فكرة. أوكي. خلينا نحكي على أرض الواقع. على أرض الواقع ما يقوله، بغض النظر عن موقفكم منه، ما يقوله أليس صحيحا على أرض الواقع؟ يعني اليوم نعم ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجي نعم تسبب بانتعاض شعبي تجاهه بالقول بأنه هو يرشح حليف حزب الله، والشارع السني يرى في حزب الله أنه الشارع السني يرى في حزب الله بأنه أكبر خصومه. لو كان هذا الكلام صحيحا لما عدنا من جديد إذا بدك لكل الإحصاءات اللي انعملت حول رئاسة الجمهورية وللرقم الوازن اللي أخده بالشارع السني سليمان فرنجي. في واقع، في واقع بدك تقري واقع، ما بدي أسمع أصوات بالشارع السني. إيه طبعا، رجعي لل إذا حدا هلأ بيحب يجبنا الإحصائيين. نعم. إنه ولا مرة إلا كان متقدما على باقي المرشحين في الشارع السني، حتى من قبل ترشيح الرئيس سعد الحريري لفرنجية ومن بعد ترشيح الرئيس سعد الحريري لفرنجية. على أي إحصاءات؟ كل الإحصاءات على اختلاف إذا بدك منابعه ومصادره. بس الواقع يقول يعني في إشياء فيك تلمسيها. الإحصاء مش واقع ديما؟ بس في إشياء فيك تلمسيها. الإحصاء مش واقع؟ في إشياء فيك تلمسيها على السوشيال ميديا. هلا اليوم صار يعني بارومتر كتير كتير مؤثر السوشيال ميديا. واضح إنه ما ترشيح. فيك تفوت هلا إذا بدك تفوتي على السوشيال ميديا أختي هلا أحملي ميكرو الـ LBC اللي عنده مصداقية وطلعي إلى الشارع الطرابلسي واستفتي قلبه للطرابلسي. يعني مش غلط. لا ما عم نحكي عن طرابلس، عم نحكي نحن على مستوى الشارع السني. نحكي لأنه عم تحكي كل تبعاً لطرابلس، يعني قلت لي كيف علاقتكم. طيب بس طيب بلا ميكرو الـ LBC إذا بدي ارتكز إلى أرقام البلديات، أرقام البلديات بشكل كتير كبير صبت عند اللواء أشرف ريفي اللي هو عنده خطاب معادي للنائب سليمان فرنجية. يعني منا بحاجة لإثبات. أول شيء الواقع البلدي بمعزل إذا بدك عن الخطاب السياسي الرئيسي. عم بتناقض حالك. لا 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 بعد كل الحلقة بنيت خطاب مرتكز على نتائج البلديات. بس مش الرئيسي نحن عم نحكي عن الواقع. انه هيدا واقع سياسي انه عم تعكس اجواء سياسيه. قلت لك الانتخابات البلديه عكست اجواء سياسيه علينا جميعا اعاده قراءتها وعطيت الاحجام التمثيليه، ما ربطتها انا بالانتخابات الرئاسيه. اضف الى ذلك انه اذا بدي احكي طرابلسيا وبمحل معين بحق لي لانه انا متهمه بعشق هذه المدينه بشكل او باخر يجب ان يكون هناك نقد ذاتي واضح وصريح للواقع البلدي الطرابلسي. وما فيك انت تبني على جولة واحدة. بتحب المدينة لازم تحترمي خياراتها. عم بقولك انا ليش انا ضد خياراتها للمدينة. انا عم بشوف كيف انبنت خياراتها برأيي بتركيب لوايح مورست فيها ارتياح كتير كبير انه نحن خلص اتفقنا ومشي حالنا، ما نزلوا عند هم الناس، ما نزلوا عند وجع الناس بمحل معين. الناس عملت ردة فعل ليس تبع العامل السياسي والخطاب السياسي، لأنه اللواء أشرف ريفي بجزء يؤكد بجزء يعني اليوم لما تسألي عن سبب نجاحه الشق الأكبر اللي بيولي اهتمام هو الشق السياسي والتفسير السياسي لخطابه، حتى أنه خاض هذه المعركة تحت شعار أنه نحن ضد المحور الإيراني السوري. أنا بقول لك هو دايما المحاور الكبير بيطلعوا فيها بخطابات بلدية. أنا اللي عم بقول لك انه بجزء معين نعم خطابه عنده رواج، ولكن هذا الخطاب لا يمثل الاكثريه الطرابلسيه واللي انا بعرفها كثير منيح. بكره جاي الانتخابات النيابيه ديما، طب انه نحن بنبني على جوله لنعمل انتصار بحرب؟ لا، هيدي الجوله قد تؤسس وساعتها منبارك له ومنبارك للمدينه، قد تؤسس لي واقع معين، بس انا عم بقول لك هناك واقع فرض امره بمحل معين، مرات انا لاني مني معك بختار غيرك، مش معناتها انا مع هذا الغير، انا بكون عم بعمل رده فعل على تصرفك معي بقوم بختار جوانا مثلا بالاخراج. طب بس يعني واضح اليوم، هل عندك شك اليوم انه اذا بدنا ناخذ الجو السني ككل ما بدها اثنين يحكوا فيها انه عندهم اتجاه اليوم عنده اتجاه الشارع السني معادي للمحور السوري الايراني، ما بدها اثنين يحكوا فيها غير مايل كثير نحو الاعتدال، بيحكي عن مظلومية معينة بحاجة هو لخطاب يحاكي هذه المظلومية، هل عوامل كلها
ما بتفسر لك الخيار الواضح اللي نحكي نحن عم نحكي هلا مثل ما كنا عم نعمل نقد ذاتي اذا بدك مثل ما كنا عم نعمل زائد ذاتي للخطابات كمان المسيحية المروسة بس بدي اوصل للنتيجه اللي بدي اياها ما في خطاب مروس الا بيضرب ارضه العوامل اللي حكيت عنها واللي ادت الى انتخاب لائحه اللواء اشرف ريفي تبرر او بتعطي تفسيرا واضحا أو لينك إذا بدك لما يقولوا بأنه نعم تراجعت شعبية الرئيس الحريري بسبب ترشيحه للنائب سليمان الفرنجية يعني في علاقة مثبتة بين هالواقعين أنا بس بدي أرجع لك بمحل معين بجزء منه الخطاب السياسي مؤثر بالجزء الأكبر العلاقة الإنمائية مؤثرة أكثر يعني لما بينحكى عن تشكيل لائحة مقابلة من الصقور إذا بدك أو من المسؤولين والزعمات من ضمن الرئيس مئاتي والوزير كرامي والوزير الصفدي أنا برأيي ارتاحوا أكثر من اللازم اعتبر أنه هذه تحصيل حاصل رح تعطي النتائج المثمرة بالتالي كان في تشكيل لائحة تانية تضم من كل المكونات الطرابلسية بتحيدي العامل السياسي ما حيدته قلت لك عنده جزء عنده جزء ولكن منه الأساس طيب هناك جزء مؤثر ولكن هذا الجزء طيب. مش هو اللي طيب. أعطى النتيجة طيب. واللي رح يأكد على حديثي وقد أكون على خطأ الانتخابات النيابية المقبلة والاستحقاقات السياسية المقبلة طيب. خليني أقلب السؤال اليوم الشارع السني اللي هو يتكلم عن نفسه بأنه يعاني من مظلومية اللي هو طبعا كثير متحيز للسعودية باتجاه تجاه إيران بالصراع الإيراني السعودي اللي هو يرى بأنه سوريا قتلت الرئيس رفيق الحريري هيدي وجهة نظر الشارع السني من وجهة نظرك هيدا الشارع اللي عنده هذه اللي عنده اللي بيشعر بها أو عنده هذه المطالب أو إذا بدك هذه رافع هذه الشعارات شو اللي بيخليه أنه يتقبل ترشيح النائب سليمان الفرنجية الذي يتحدث ليلا نهارا على علاقته بسوريا الذي ينتمي إلى المحور السعودي الإيراني السوري واللي يعني كان موجود بفترة اغتيال الرئيس رفيق عم نحكي من وجهة نظر الشارع السني أنا ما بدي أحكي باسم الشارع السني بالمعنى السياسي أنا بدي أحكي عن باسم إذا جيز لي عن الشارع الوطني اللي منه المكون الأساسي اللي هو الشارع السني كل الحلقة عم بحكي أنا وياكي أنه نحن محكومين ببعض لما نوصل بمحل معين إلى خلاصة تقول نعم نحن محكومون ببعض يمكن هذا الشارع الذي يجد أنه مظلوما بمكان معين أن يروح إلى الخيار الذي لا يلغي أحدا يمكن بمحل معين هذا التوازن المطلوب تحت ظل هذا التوازن تحت ظل اتفاق الطائف الذي يهجس بالخوف من ضربه الشارع السني بشكل واضح اختار الذي آمن أو الأصح الذي وافق على اتفاق الطائف الذي في كل تاريخه وبالرغم من كل موقف الحاسم بانتمائه السياسي لم يتكلم يوما إلا بالحوار وبوحدة الحال وبالبعد الوطني فإذا هناك منسوب من الوعي يقول نعم لدعاة الوحدة أكانوا في هذا المحور أو ذاك نحن انتهى وقتنا بدي أشكرك على وجودك معنا سيدة فيرا يمين عضو المكتب السياسي في تيار المردى أهلا وسهلا أنا بس بدي أقول لك أنه اليوم لغيت شغلة كتير أساسية لا غير اللي قلت لك عنها لغيت شغلة أساسية كان في قداس بمحمية حرش إهدم اللي هو القداس السنوي لها المحمية إن شاء الله لبنان كله بيتحول إلى محمية وتكون صلاتنا صلاة شكر للرب على الوحدة الداخلية هي أكيد بنضم صوتنا لصوتك فيها بموضوع المحمية يعني شكرا على وجودك معنا السيدة فيرا يمين مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاركم سعيد